يعني حتى بعض القرارات أنا في رأيي أنها لا تخضع للدراسة والفحص الكافي. يعني بعطي مثال بسيط للقرارات الأخيرة اللي طلعت يعني كلها من ابتداء من رسوم، هي بدأت طبعا بالمياه والكهرباء و ثم بعدين بدأت بالأشياء الأخرى. أنا في رأيي رسوم الأراضي هذا وضعها شوي استثنائي، يعني ما أبغى أدخل في تفاصيل، وجلست سنين ما بقى مجلس ما مر عليه، لكن أنا في رأيي هذه الرسوم اللي تمس المواطن مباشرة معي لم تمر إلا على الجهات ذات العلاقة. أنا حسب ما أعرف أنه من ضمن المؤشرات الأداء التي تميز بعض الجهات الحكومية عن بعض اللي هو كم الدخل التي تدخله هذه الجهات إلى الخزينة. أنا كان ودي أنهم يقولون كم الفاقد في المياه، في المياه الشرب في الشوارع اللي هذا اللي قاعدة تضيع في التسرب، كم البيوت اللي ما تصلها مويه حلوة. هذا أهم عندي من الرسوم اللي خرجت، وبعدين هو القرار الوحيد اللي أقروا أنه صار في مشاكل، لأنه كان المشاكل ظاهرة جدا. مجلس الشورى اللي يفترض أنه مجلس صوت المواطن، صوت مواطن، أيضا الجهة اللي تنصح للدولة اللي تدرس. لاحظوا ضيفي يقول الذي يفترض أنه مجلس القرارات هذه كلها ما مرت عليه. الأعضاء اللي موجودين في المجلس كلهم ما تكلموا. برنامج التحول الوطني موجودة فيه جميع الجهات اللي في الحكومة، أيوة. مجلس الشورى غير موجود فيه. أنا في وجهة نظري يجب أن يعاد النظر في دور مجلس الشورى، إما أنه يكون له دور فعال وصوت المواطن، ويجيب الوزير اللي يجي يعني يخفض يضع رسوم على المواطن ويحاكمه ويحاسبه ويقول ليش عملت وعطنا السلبيات، ولا خفض رواتبهم كيف، ولا قفل مجلس الشورى. يعني أنا ما أعتقد أنه يعني طيب. الحاجة قد تكون مختلفة الحين، يعني طيب. يعني لما تجي أنت وتضيق على الناس في مصادر رزقهم غير مباشر، يعني هو راتبه حتى اللي ما مسيت راتبه، يعني تجلت البدلات، طبعا البدلات عند بعض الموظفين ترى هذه تمثل 70-60% 40% 50%، شلت نص البدلات هذه، شلت نص الدخل، وبعدين زدت الرسوم من جهة، فهذه كلها ترى لها مؤثر شديد جدا على قدرة الإنسان على حتى قوامته في بيته. يعني جزء كبير من حالات الطلاق اللي تحدث بسبب الأمور الاقتصادية أنت الآن تفاقمها. أنا في نظري أن نتائج الكارثية لن تتبين لها، النتائج الكارثية تبغى تبين في ما أتمنى عدم حدوثه خلال 2-3 سنوات قادمة. في الرؤية 2030 يعني يقال فيها بأكثر من 10 مواضع 20 في كل مكان في الرؤية تقول ستعتمد على التخصيص، هذا معناه شراكة مع القطاع الخاص، سنعتمد على العلاقة مع القطاع الخاص، توفير الوظائف سيعتمد على القطاع الخاص. هذا في الرؤية كثير، هذا في الرؤية موجود، برنامج التحول موجود. أنت الآن قبل أن تبدأ الرؤية أنت قتلت القطاع الخاص وصبته في مقتل. الثقة اللي موجودة اليوم في القطاع الخاص في الحكومة من قبل القطاع الخاص أنا أعتقد تنقص بشكل كبير جدا. أن ما تم من تطبيق ترى زين غير موجود في الرؤية. يعني أبعطيك مثال بسيط إذا سمحت لي. تفضل. في الرؤية موجود كلام كثير عن التعليم مثلا وعن التدريب وعن الإنسان. يعني أبعطيك مثال هنا بسيط، سنفتح مجالا أرحب للقطاع الخاص ليكون شريكا بتسهيل أعمال، ترى أنا قاعد أتكلم لك عن الرؤية المكتوبة. أي نعم المكتوبة. لينمو ويكون واحدا من أكبر اقتصادات العالم ويصبح محركا لتوظيف المواطنين ومصدرا لتحقق الازدهار الوطن والرفاه للجميع. انا ما اعتقد ان في شخص عاقل يتكلم عن ان في رفاه الان افضل من الرفاه اللي كان، يعني مقارنه اليوم بقبل شهر، مقارنه اليوم بقبل سنه، مقابل اليوم قبل 4 سنوات، انا اعتقد الاجابه واضحه. فانا اظن ان البعرف على البعيد، انا اعتقد التطبيق كارثي، سميته كارثي، انا اعتقد نتائجه ستكون كارثيه.